هل تعتقد بأنها كانت نوايا مبيتة للاحتلال الإسرائيلي ما حدث اليوم؟ ما من شك في أن هذه الوحشية وهذه العدوانية بهذا الشكل هي ناتج عن قرار لحكومة نفتالي بنت وشرطة الاحتلال، والدخول بهذا الشكل واقتحامات المسجد الأقصى من قبل شرطة الاحتلال والاعتداء على المصلين داخل المصلى القبلي والمصلى المرواني هي مبيتة. وهذه حكومة نفتالي بنت، المسجد الأقصى هو للمسلمين نقطة، وكل هذه الطقوس اللي كانوا ينمو بعض المجموعات المتطرفة عملها ولم ينجحوا بذلك هي مؤشر لما يدور في خلد بعض المجموعات المتطرفة. المشكلة ليست مجموعات متطرفة، المشكلة شرطة الاحتلال. مهما ضربوا واعتدوا وتهجموا، المسجد الأقصى يبقى للمسلمين نقطة ولا شيء غير ذلك. هنالك دكتور عشرات الآلاف من المصلين بالداخل، هل تعتقد بأن المواجهات ستتجدد وإسرائيل ستستمر بهذا التصعيد؟ احنا ساعتين واحنا نمر بين البوابات، هم مانعين مسكرين بوابات ومانعيننا، احنا كنا حاولوا يمنعوني انا تحت نص ساعة وتصرفوا بعنف مع الشباب. بنهاية المطاف نحن هنا، يجب السماح للجميع، واذا لم يسمحوا يتحملوا المسؤولية. نعم، إذن يعتقد بعض أساس الإسرائيليين العرب وأيضا الفلسطينيين بشكل عام بأن ما حدث اليوم يعتبر أو كان نوايا مبيتة لسلطات الاحتلال لهذا التصعيد الكبير هنا في المسجد الأقصى المبارك. نعم. أصلا يضاف إلى التصعيد الموجود في الضفة الغربية. نعم.